السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود أحمد. النهاردة يمكن اليوم 169 من آخر فيديو رفعناه على القناة، مدة كبيرة جدا، 5 شهور وشوية ما رفعناش فيديوهات. حابب أشكر كل الناس اللي كلمتني في الفترة اللي فاتت وبركز على الجواز وسألت ليه مش بنرفع فيديوهات جديدة. هي بس الفكرة إن أنا كنت بكمل بعض الفيديوهات من الكورسات اللي ما كانتش مكتملة، وعارف إن الموضوع ده مضايق الناس، ولكن إن شاء الله الكورسات هتكتمل. في بعض المواضيع او بعض الحاجات الابديتس اللي هتنزل على القناه الفتره الجايه، وكنت حابب ان الفيديو ما دام احنا خلاص هنرجع نسجل ان شاء الله، تعال في الفيديو ده نتناقش في الموضوع دي. اول حاجه خالص هي بالنسبه لتكمله الكورسات، انا عارف ان في 3 كورسات مش مكتملين، الـ3 خاصين بجانجو، هو الاي كوميرس ويب سايت وجانجو 3 والكورس بتاع كلاس بيست فيو. الكورس بتاع الاي كوميرس انا يمكن حاسس ان مفيش ناس كتير مهتميه بيه، لكن ان شاء الله لو لقيت ناس كتير مهتميه هرفع له وابدا اسجل له كل الفيديوز بتاع الجزء الاول بتاعه. بالنسبه لكورس جانجو والكلاس بيست فيو انا بكمل الفيديوز، وان شاء الله الفيديوز بتاعتها هترفع قريب، فما تقلقش خالص ان شاء الله. بالنسبه برضو للكورسات الجديده، فالكورسات الجديده هيبقى فيها ميزه هتحل لك المشاكل اللي بتواجهك مع كورسات، وهي عدم التكمله او بعض وقت كتير على المكمله، وهي ان كل الكورسز هيتم تسجيلها الاول، ومش هعلن عن الكورس غير لما يتم تسجيله بالكامل، وان شاء الله لما اعلن عنه هرفع الكورس بالكامل في السكادول بحساب يبقى كل يوم محاضره، فتعرف انت خلاص وقت ما انا انزل كورس جديد من الفتره الجايه تبقى انت عارف ومتيقن تماما ان الكورس بالكامل تم تسجيله. وحاليا يمكن انا في كورسات جديده بيتم تسجيلها حاليا، كورسات سلاسل كامله، والكورسات دي هعلن عنها لما تنزل ان شاء الله لما تكتمل تسجيلها، زي الكورس الجيت هاب، زي كورس الويب سكرابنج، بعض الكورسات من سيكل والكويري داتا اناليسيس، كلام من ده ان شاء الله. اول ما الكورس يخلص هتلاقيني رافعه على طول على الشان. يبقى ده كده بالنسبه لتكمله الكورسات. وبالنسبه للكورسات الجديده، تعالوا نشوف الحاجات الجديده اللي هتبقى موجوده في القناه. اول حاجه خالص ان شاء الله هيبقى في نوعيه فيديوهات جديده موجوده في القناه، وهي الفلوجز. والفلوجز دي هنتكلم فيها بصفه عامه عن المواقع اللي تهمك انت كحد مهتم بالبرمجه، كحد مهتم بالداتا اناليست. هنتكلم كمان عن بعض التيبس والتريكس اللي انت ممكن تستخدمها حيل كده عشان خاطر تسهل عليك حاجات كتير، زي مثلا هنتكلم شويه عن الداتا اناليسيس، المواقع اللي هتفيدك، السيرتيفيكيتس المهمه، نشوف الكورسات اللي موجوده في المجال الكويسه، هنقارن كمان ما بين مواقع كويسه لو انت حابب انك تشترك زي داتا كام وداتا كويست، هنتكلم ازاي تذاكر برمجه كويس وازاي انا اتعلمت برمجه، هتكلم كمان عن بعض المواضيع اللي هتفيدك من خلال خبرتي في الشركات زي الشغل وازاي تتعامل مع المشاريع الكبيره وازاي الفاكتورنج بتاع الكود بيتم وحاجات كتيره كده. هنتكلم على كل التفاصيل دي في فلوجز هتبقى كويسه جدا دي. الجزء اللي بعد كده هو جزء الاسئله. انا عارف ان في اسئله كتير انا يمكن مش برد على اغلبها سواء على الجروب او على البيج او على تويتر او على القناه، ولكن ان شاء الله يبقى في لايف ستريمينج كل فتره، كل اسبوع مثلا هنعمل لايف ستريمينج واعلن عنه قبلها، هنجاوب فيه على كل الاسئله وكل حاجه بحسب ان انا ابقى متواجد دايما ارد على الاسئله بتاع الناس واشوف ايه اللي الناس محتاجاه وكل حاجه ان شاء الله رب العالمين. يبقى كده بالنسبه للابديتس هيبقى في فلوجز وهيبقى في لايف ستريمينج. الكورسات اللي هتنزل جديده هيبقى فيها بعض الحاجات اللي يمكن تكون كويسه للناس. يمكن كل الفيديوز اللي مرفوعه على القناه لحد الان مشروحه على الماك، والناس عندها تصور، هو تصور غلط بس حابب اوضحه، ان انت لما بتيجي تطبق معايا في الفيديوز لو انت حصل لك اي مشكله بتبقى متخيل المشكله دي موجوده عشان انا بشرح على ماك وانت بتطبق على ويندوز، بس الموضوع ده اصلا مش حقيقي تماما. كل الفيديوهات على القناه 300 فيديو اللي تم شرحهم مسبقا يتطبقوا على الويندوز او لينكس او ماك من غير اي مشاكل تماما، الا الفيديو بتاع الفيرشوال انفايرمنت التطبيق بتاعه مختلف، وانا اصلا شرحت لك الفيديو بتاع الويندوز. ولكن ان شاء الله كل الكورسز الجايه ويمكن من اول الفيديوهات اللي هترفع من اول الاسبوع الجاي هتشرح كلها على الويندوز. يبقى القناه من حاليا هنبدا نشتغل الويندوز هو النظام الرسمي لينا بحساب ان الناس ما بقاش عندها اي مشاكل خالص في التطبيق ولا يبقى فيه اي حاجه خالص. طب اخر نقطه خالص هتكلم فيها واخر نقطتين ان شاء الله رب العالمين، كل الفيديوز اللي انت هتواجهها او اللي انت هتشوفها مني الفتره اللي جايه ترفع القناه يمكن اغلبها مواضيع منفصله، يعني مش هيبقى فيه سلاسل، يعني مثلا مش كورس كامل الجيت هاب، لا الكورسات بيتم تحضيرها، ولكن هتلاقي القناه شغاله بترفع سنابتس، كود سنابتس، يعني مثلا فيديو بيتكلم عن انفينيتي سكرول في جانجو، فيديو بيتكلم عن البيمنت، فيديو بيتكلم عن ويب سكرابنج لموقع معين، فيديو بيتكلم عن مثلا ثريدنج في الباي كيو تي، فيديوز مقطعه يعني في كل فيديو بيؤدي غرض معين ولكن هتبقى مفيده جدا ليك. وان شاء الله رب العالمين سنه 2021 هتكون سنه المشاريع بالنسبه لي، ارفع كم كبير جدا من المشاريع اللي انت تقدر تبيلد بيها بورتفوليو كويس ليك، ان تقدر كمان تقوي مستواك جدا في مجالات كتير انت محتاجها، وهتشوف مشاريع في كل حاجه، في الديسك توب هتشوف مشاريع في الويب سكرابنج، هتشوف مشاريع في جانجو، هتشوف حاجات في الداتا اناليسز، وتشوف حاجات في الداتا ساينس، وتشوف حاجات اوبن سي في، هتشوف كل حاجه انت محتاجها، وهتبقى كلها كم كبير جدا من المشاريع ان شاء الله عشان خاطر المشاريع هي اللي تقوي مستواك. اخر حاجه بالنسبه لمواعيد الفيديوز الجديده ان شاء الله رب العالمين من اول الاسبوع الجاي حد 3 خميس الساعه 6 بتوقيت مصر هيترفع الفيديو. الفيديو ده يا اما هيكون فيديو فيه شرح، يا اما هيكون فلوج بتتكلم في موضوع معين، يا اما هيكون معايا لايف ستريمينج هنتناقش فيه عن الاسئله والاجابات ونشوف كل مشاكل الناس. لو في استفسارات او اي حاجه سيبها في الكومنتس، هرد على الكومنتس.
لو في اقتراحات لمواضيع او اي حاجه انت حابب ان احنا نشرحها ان شاء الله، بس تاخد بالك الموضوع ده ريليتد ببايثون، يعني حاول تجيب الحاجات الخاصه ببايثون لان ده تخصصي قوي. فلو في اي حاجه سيبها في الكومنتس برضه اشوفها. حابب اشكر كل الناس واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديوهات الجايه. كان معاكم محمود احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.